كنت أتحدث عن عمليات الهدم المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال بشكل غير مسبوق بدون سابق إنذار، اليوم صباحا في حزمة، بالأمس في أريحة، في الخليل، في كل مكان هناك وتيرة هدم متسارعة غير مسبوقة، أيضا يقابلها بناء استيطاني وسيطرة على أراضي من قبل مستوطنين فرادى، يعني مستوطن وحده بيقوم بتسييج أرض، جرفها، حفرها والاستيلاء عليها في أيضا المناطق المصنفة جيم. واضح أنه هذا المخطط، مخطط السيطرة على هذه الأراضي، أصبح يطبق من قبل المستوطنين ومن قبل آلة الهدم. الغريب أيضا أنه لا يوجد اهتمام كافي من قبل المسؤولين في هذا الأمر، بمعنى لا نسمع أي مسؤول يتحدث عن عمليات الهدم التي تحدث. يعني الأمر ينطوي على مفارقة، صحيح، وخاصة أننا أمام برنامج للحكومة الإسرائيلية معلن وليس يعني سريا، البنود المتعلقة بالضفة الغربية بشكل خاص والسياسات التي يمكن أن تطبق واردة في الاتفاقات الائتلافية. نحن نتحدث عن عشرات البنود، جزء كبير منها يتعلق بموضوع البناء الفلسطيني الذي تم إعلان حظره في المنطقة المصنفة جيم بالكامل، وإضافة إلى كل ذلك يتم تصعيد عمليات هدم المنازل والاستيلاء على قطع يعني أراضي واسعة كما حدث في منطقة رفات قرب رام الله، وكما يحدث الآن من عمليات هدم في حزمة، إضافة إلى العمل الحثيث من أجل إعادة اقتلاع سكان الخان الأحمر، وهناك حديث عن تجمعات فلسطينية بدوية أخرى سيتم هدمها لتسهيل تطوير المشروع المعروف بإي 1 لفصل القدس بالكامل عن منطقة جنوب الضفة الوسط وجنوب الضفة الغربية. لذلك نحن أمام سياسة عنوانها الرئيسي الضم المتلاحق للأراضي الفلسطينية، ليس فقط في المناطق المصنفة جيم، بل هناك نسمع تصريحات تقول بأن الجيش الاحتلال وكذلك يعني الحكومة وأذرعها يمكن أن تتدخل في عمليات بناء في المنطقة باء وكذلك في المناطق المصنفة ألف إذا ارتفعت الحاجة. يعني ذلك هذا تطور خطير، ولكنه ليس تطورا غير متوقع بل هو معروف ومتوقع. أنا أعتقد أن أول شهرين من عمر الحكومة الإسرائيلية سوف يعتبران شهرين حاسمين من حيث الاندفاع لتطبيق السياسات الواردة في الاتفاقيات الائتلافية، وخاصة أن بعض هذه البنود يترتب أو تتطلب إحداث تغييرات في التشريعات الإسرائيلية القائمة لجهة تعزيز وتوسيع نطاق دور وصلاحيات الإدارة المدنية التي باتت خاضعة للمتطرف المستوطن سموتريتش، وكذلك توسيع التدخل بعض أذرع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية وخاصة حرس الحدود وربما الشرطة التي أيضا باتت خاضعة لإشراف الأثناء الآخر المتطرف إيتمار بن غفير. لذلك نحن نشهد توسعا في عمليات إطلاق النار والإعدام الميداني للفلسطينيين كما أمس قرب سلوان. لماذا؟ لأن جنود وضباط الجيش الإسرائيلي لا يشعرون فقط بأنهم باتوا مطلقي اليد في استخدام سياسة البطش والقتل ضد الفلسطينيين، بل وأيضا هم سوف يحظون بدعم وحماية من قبل الحكومة الإسرائيلية التي لا تخفي أنها سوف تذهب بعيدا في يعني في عمليات إطلاق النار والقتل والاعتقال ضد الفلسطينيين. لكن المهم أيضا أن نرى أن الحلقة المركزية الأساسية في توجهات الحكومة اليمينية الفاشية الحالية هي موضوع الأرض الفلسطينية، سواء بالاستيلاء على الأراضي، المزيد من هدم المنازل، منع أو سحب ما تبقى من صلاحيات لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني فيما يتعلق بإذنات وتصريح وتراخيص البناء في المناطق المختلفة. وأنا أعتقد أن ذلك سيشمل أيضا مناطق أوسع من منطقة مصنفة جيم التي تقدم مساحتها بأكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. كل ذلك هو العنوان الرئيسي الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية الالتفات إلى أن العمل الدبلوماسي مهم بدون أدنى شك، وإحالة موضوع تعريف الاحتلال إلى من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية
هو أمر مهم، لكن هذا الأمر يستغرق وقت قد يصل إلى عامين. صحيح، هذا الوقت يريدون أن يعرفوا ما الذي يجب فعله بالأمس قبل غد في مواجهة الإسرائيلية الإسرائيلية. هذا يتطلب فعلا على الأرض، فعلا ميدانيا. يعني فعلاً قبل الحديث عن ماذا يتطلب، أستاذ خليل اسمح لي، إذا إحنا بنحكي ب 15 يوم هناك 13 شهيد من بداية هذا العام، بمعنى تقريبا كل يوم شهيد، وعمليات هذه الهدم والحرب الاستيطانية والمستوطنين اللي قاعدين بيصولوا بجولوا بدون، يعني على أرض الواقع الناس مش عارفة شو بتعمل، شو تعمل إذا كل هذه السياسات. إذا هذا فقط في بنحكي عن أسبوعين من العام الجديد، إذا ماذا ينتظرنا خلال بقية العام إذا هذا فقط من أول شهر، دعني أقول من السنة الجديدة مع هذه الحكومة الجديدة، سينتظرنا إذن المزيد من القتل. القتل لا ينتظر اليوم، لسه لتقعد القيادة والحكومة وتشوف مخططات. أنت شايف أنه حتى على مستوى عقد اجتماعات لا يحدث، على مستوى غير التصريحات البالية المكررة لا يوجد، فأصبحنا ننتظر ونسأل سؤال كبير، ما هو مصيرنا إزاء كل ما يحدث؟ يعني أولا دعينا نرى ما هي الأولويات بالنسبة لهذه الحكومة لكي نعرف ما الذي يمكن أن نفعله. أولا هناك تركيز على منطقة شمال الضفة الغربية في ظل حديث إسرائيل، ليس حديث، في ظل يعني قرارات سوف تتخذ وإجراءات سوف يتم الإقدام عليها خلال الأسابيع القادمة، تتعلق أولا بشرعنة البؤر الاستيطانية وجزء كبير منها موجود في منطقة شمال الضفة الغربية، وكذلك هناك يعني دفع باتجاه العودة إلى مستوطنات جرى إخلاءها إبان حكومة شارون في إطار يعني خطمة عرف باسم خطة التجميع أو الانطواء، وأعني بذلك موضوع مستوطنة حومش، إضافة إلى الحديث عن تجديد تنفيذ الاتفاق المتعلق بوجود بناء استيطاني للمدرسة الدينية في جبل الصبيح أيضا في بيتا. عمليات المقاومة الفلسطينية سواء يعني الرد الشعبي وعمليات المقاومة وإطلاق النار على الجيش وعلى المستوطنين في تلك المنطقة هي التي تدفع باتجاه تصعيد الجرائم الإسرائيلية واستهداف المقاومين واستهداف أيضا الناشطين في المقاومة الشعبية في تلك المنطقة، لأنه لا يمكن الاستمرار وتوسيع الاستيطان وبند البنية التحتية كما هو وارد في الاتفاقات الائتلافية لهذه البؤر الاستيطانية في ظل وجود معارضة ورد فعل يعني فلسطيني. الجانب الآخر هو المتعلق أيضا بالمنطقة المصنفة يعني المعروفة باسم E1 والتي يعني سيجري استهداف تجمعات فلسطينية يعني فيها ومحاولة إخلائهم وتهجيرهم قسريا، إضافة إلى ما سوف تشهده مدينة. ونحن إذا نقترب ما أكثر فأكثر من لحظة قد تكون يعني لحظات تفجيرية للأوضاع، مع يعني اقتراب شهر رمضان المبارك وتزامنه في منتصف شهر رمضان سوف تتعامل مع الأعياد اليهودية التي يحذر حتى بعض المراقبين والمسؤولين الإسرائيليين من المعارضة بأنه قد يحمل معه يعني شرارة انفجار واسع، لأن بن كفير وهذه الحكومة والمتدينين أيضا سيدفعوا باتجاه المزيد من اقتحامات المسجد الأقصى، يعني المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، ولذلك سوف نشهد يعني مزيدا من التصعيد خلال الفترة القادمة وخاصة مع حلول شهر رمضان. نحن نتحدث عن يعني ربما يعني شهرين حتى نهاية يعني الأسبوع، رمضان في الأسبوع الأخير من شهر يعني آذار، في الأسبوع نهاية الأسبوع الثاني من يعني نيسان ستبدأ الاحتفالات بالأعياد اليهودية، لذلك علينا الاستعداد منذ الآن. هل يحدث شيء؟ نعم، أنا أوافق، أنا لا أستطيع أن أرى هناك رد فعل فلسطيني يعني عملي ويتناسب مع يعني هذه الهجمة الإسرائيلية الحالية والتي سوف تتصاعد خلال الأشهر القريبة القادمة. وأنا أزعم أيضا أن السلطة لن تستطيع أن تفعل ذلك طالما ظلت يعني بذات الشكل وبذات الوظائف. لا يعقل أن يعني أن نطالب العالم على سبيل المثال بمقاطعة يعني حكومة نتنياهو الجديدة بينما تستمر السلطة باتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق الأمني بذات الطبيعة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بل وحتى العلاقات المدنية. لذلك المطلوب إحداث تغيير في شكل السلطة لكي تكون قادرة على القيام بكل ذلك، والتغيير يعني لإعادة النظر في شكل العلاقة القائمة مع الاحتلال يتطلب إعادة النظر أولا
بشكل ووظائف السلطه يعني الفلسطينيه، بحيث يتم تركيزها على دعم صمود المواطنين الفلسطينيين وتقديم الخدمات اليهم، وخاصه في المناطق التي سوف تشهد مزيدا من عمليات الاستيطان والضم وهدم المنازل. وهذا يعني هذا الامر واضح انه هذا الامر مش موجود ومش في الاجنده، يعني من خلال ما نشاهده واضح انه ما فيش اي شيء من المطلوب الذي تحدثت به استاذ خليل. فبالتالي قد ينتظرنا الكثير، كما قلت نحن مقبلون على شهر رمضان، مقبلون يعني انا وانا بتحدث معك الان عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى، هذا الاقتحام اللي صار يومي من الاحد حتى الخميس ايضا لم يكن في السابق، كان في السابق مره بالاسبوع، مره في الشهر، مره كذا، اليوم احنا بنحكي عن برنامج اقتحام متواصل، فاحنا ربما مقبلين على امور مشتعله قد يكون عنوانها القدس مع اقتراب شهر رمضان المبارك والتهديدات باقتحام المسجد الاقصى المبارك، فقد ينتظرنا المزيد كما فهمت منك. يعني في الواقع انه يعني هناك تقريبا شبه اجماع بان الانفجار قادم، وأن الانفجار أساسا سيكون ما بين الكتلة البشرية الفلسطينية وليس مع السلطة الفلسطينية، بين المواطنين الفلسطينيين وجيش الاحتلال والمستوطنين. التباين هو ليس إذا ما كان الانفجار قادم أم لا، التباين هو حجم هذا الانفجار، مدى اتساع رقعة هذا الانفجار بالمعنى الجغرافي، ومن أين ستنطلق الشرارة الأولى؟ هل ستنطلق من القدس وخاصة من منطقة المسجد الأقصى المبارك؟ هل ستنطلق من شمال الضفة الغربية إذا ما تم تنفيذ عملية عسكرية وحشية ودموية واسعة في منطقتي جنين ونابلس أو إحداهما؟ أم ستنطلق من داخل سجون الاحتلال في ظل الهجمة غير المسبوقة على الأسرى وحقوقهم في داخل سجون الاحتلال، واستعدادات التي يقوم بها الأسرى من أجل يعني البدء بشهر رمضان بفعاليات واسعة النطاق للتصدي للإجراءات التي سوف تستهدف الأسرى الفلسطينيين، وفي ظل عمليات تنقل واسعة للأسرى؟ أم ستنطلق من الداخل الفلسطيني من عكا أو من غيرها في ظل سياسات عنصرية واسعة النطاق ضد الجمهور الفلسطيني مع تزايد الاحتجاجات وتوقع يعني تنظيم احتجاجات في المدن الفلسطينيه والمدن المختلطه من قبل يعني الجماهير العربيه يعني في 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 الداخل، ام ستنطلق من قطاع غزه؟ كل ذلك يعني يشير الى ان الانفجار قادم، ولكن حجم هذا الانفجار، كيفيه التعامل معه، هو الامر الذي يتطلب من القياده الفلسطينيه ان تدرك هذه التطورات وان تستعد منذ اللحظه الراهنه لمثل هذه الاحتمالات، سواء كانت احتمالات محدوده أم احتمالات سوف تتسع ويعني تؤدي إلى تدهور واسع النطاق في الموضوع، بدلاً يعني من التركيز فقط على يعني إلهاء الناس بأننا نتحرك على يعني خلال سنتين قادمتين عشان نحصل على قرار جديد في الأمم المتحدة، وكأننا يعني مثل هواة جمع الطوابع، هواة لجمع المزيد من القرارات الدولية التي لا تتنفذ. أنا لا هنا لا أقول أن هذا الأمر ليس مهماً، لكن أنا أقول بأن الأساس في لفت انتباه المجتمع الدولي لضرورة الانتقال من موقع الاستنكار للإجراءات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات رادعة يتطلب من الفلسطينيين أن يقوموا بالفعل يجبر العالم على الالتفات إلى هذه المنطقة، لن يكون فيها استقرار طالما ظلت هذه السياسات الإسرائيلية قائمة، وأن الفلسطينيين وحدهم لن يعني يدفعوا الثمن، وأن هناك الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يجب أن يدفعوا ثمنا يعني على الأقل من قبل المجتمع الدولي. هذا يتطلب يعني الإدراك بأننا لا نذهب إلى المواجهة، نحن في خضم المواجهة، المواجهة فرضت على الشعب الفلسطيني، والقيادة الحكيمة هي التي يعني تستعد لمثل هذه المواجهة وتعمل على قاعدة تخفيف أو تقليل الخسائر البشرية والمادية الفلسطينية وتعظيم الخسائر لدى جيش الاحتلال والمستوطنين. أشكرك جزيل الشكر أستاذ خليل شاهين الكاتب والمحلل السياسي، تحياتي لك، شكراً.